ربي قلبي وسكت. البس في حيطة يا خوي كراريس كتب وتكت. مدارس 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 مش من نواعي السور، احتفظ رسول وكوارث على أولياء الأمور. مدارس مدارس شنط مرايل صرام كاوتش، وكل صبح هي شندويتش. شنط مرايل صرام كاوتش، وكل صبح هي شندويتش. مقالم مساطر يا عالم يا ساتر، مقالم مساطر يا عالم يا ساتر. والآن مع كلمة الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، مدرس أول للغة العربية والمشرف على جماعة الخطابة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أول يوم في الدراسة، وبشركم بسنة سودة. بس على مين؟ على اللي فكر الدراسة لعبة، على اللي جاي يلعب ويصرخ في المدرسه. وقعدت هو كنوا فاهمين ان انا ما عرفتش عملت ايه في الصيف. كل بلاويكم عندي، اللي راحوا دمنهور ودخلوا السيمه وشربوا سجاير في الكابينيه، وبالاماره دوره المياه الزانيه اللي في اخر الطرق، واللي راح بلطيم ولبس مايوه بفته ووقف على البحر يتبلطم ويعاكس في بنات الناس، واللي مشي ورا واحدة ببلطيم يعاكسه لحد ما نزل اخوها لسع وقفه رجعه دمنهور. يا مين ثلاثة اللي ما هيمشي عدل لكون مكسحه ومعلقه على باب المدرسة هنا اهو. يلا معتادة مارش، يلا يا سادة كل واحد على فصل. يلا يا حضرة الناصر على مكتبة لو سمحت. مش هتروح على مكتبك ولا ايه يا حضرة الناظر؟ انا يعني بقول ما يصحش يعني تشد عليا قدام الطلبة والمدرسين، ده اللي الناظر برضه. ما انا عارف ان انت الناظر، بس طول ما الفطير والوزد والبط داخل خارج على مكتبك من اولياء الامور مش هتعرف تحكمهم. فشل، انا ما حدش كسر عيني، انا ما حدش اداني حاجة. ايوه ما ادانيوش حاجة. حضرة الناظر، إيه؟ ام عوض بعت لك البيض ده وبتقول لي خلي بالك من عوض في اعمال الثاني. بيض؟ اعمال الثاني بقت بالبيض؟ لما الناظر بيبعتوا له بيض، امال انت بيبعتوا لك ايه يا سيادة الوكيل؟ خد يا ولد، خد يا ابن السافل.
الخيل 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 والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. من قائل هذا البيت واسمه ثلاثي مش اسم واحد؟ وأين قاله ولماذا قاله؟ والأهم من كده، ماذا قال بعد أن قاله؟ ها؟ ها؟ يا صلاة النبي أحسن، كل واحد فاتح لي حنكه وشوية قواميس قاعدين في وشي. اسمع يا اخوان، انت وهو كل واحد يشمع الفتلة كده هو، وينسع اللي جنبه كف، ويمين الله الكف اللي هيهوي ولا مش هيدخل مزاجي لأكون أنا اللي ضربه. ابتدي. مستر بهاء، لازم تشوف حل مع الطلبة دول. في ايه يا فريد؟ مش عارف ادخل اديهم الحصة. ليه؟ اصل الولاد في حالة مش طبيعية، وانا خايف الموضوع يتطور. يعني ايه؟ مش هنقدر نحكمها، هنقفلها احسن. فين السكيورتي؟ تعال معايا يا استاذ فريد. طب ما تروح حضرتك وانا هستناك هنا. يلا يا رمضان، الاكل هيبرد. صباح الخير يا مصر. عليا ولا ايه؟ قول لي صباح الخير ياما. الله، وهي مصر دي ايه؟ مش مصر هي امي؟ يبقى لما اقول صباح الخير يا مصر، الام تعود عليك انت ان انت امي. ليه في علم المحسنات البديعيه اسمه استعاره مكنيه. فهمت. ياما هاتي هاتي ابوس ايدك دي، جايبينها ياما عشان نحط فيها ميه نشرب. الله يخليك. خلاص خلاص يا رمضان، ماشي. تعالى كلك لقمه. أنا مش عارفة أنت واخد السنة من أولها على الحمي كده ليه؟ ياما ما أنت عارفة ياما، عارفة التعليم بالنسبة لي إيه؟ أول يوم في الدراسة ده هو كأني عريس رايح لي دخلتي فورا. طب يلا عاملها بجد؟ إن شاء الله. على الأقل أفرح بيك وأطمن عليك قبل ما أموت. بعد الشر عليك يا أمي، بعد الشر. وبعدين هو أنا لقيت حاجة حلوة يعني؟ قلت لأ، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. ليه بقى؟ طب ده احنا بلدني اسمها ميت بدر حلاوي. ميت بدر، ما عجبكش فيهم ولا بات يا امي؟ بس قبل ما نتكلم في الجواز نملأ القلل، نملأ القلل. وبعدين عايز اقول لك على حاجه يا امي في موضوع الجواز ده، هو انا شخصيا ليا فلسفه ومقتنع بيها بصراحه. الجواز عباره عن فرح شهر ودق ظهر وغرم مهر. وبعدين يوم ما اتجوز بصراحه مش هتجوز غير الوحشه المعفنه. قولي لي ليه؟ ليه؟ قولي لي ليه؟ ليه؟ الحلوة ما بيجيش من وراها غير المشاكل، وتمل بسرعة وتهجر الراجل. يسلم، ومين قالك ان الوحشة مش هتهجر وتسيبك وتمشي؟ يبقى في 60 خرارة تغور في داهية، ما هي وحشة، ده انا هبقى الكسبان. انا يا امي وهبت نفسي للتعليم، التعليم اسمى رسالة في الدنيا. انا قلت نملى الاولى.
استغفر الله العظيم يا رب. كرهتوني في احلى حاجه بحبها، كرهتوني في التعليم اللي بحبه اكتر من امي وابويا. انت يا ابني انت وانا مش قايل لكم تراجعوا الدرس ده في البيت؟ ما تراجعش ليه؟ ها؟ وانت يا ابني انا مش قايل لك تجيب ولي امرك؟ قلت لي ابويا انقتل، قلت لك هات امك، قلت لي امي اتقتلت، قلت لك هات خالك، قلت لي خالك كهرب. انا عايز اشوف حد من عيلتك، انت هتتعلم يعني هتتعلم. اوكي 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 اوكي. الله يرحم ابوك يا اخويا. دلوقتي يا اخويا انت وهو وهي اسمعوا النتيجه بتاعت امتحان الاسبوع اللي فات. سيد ابراهيم عوضين فندم 4 من 50. الف مبروك الف مبروك. بس انتهينا خلاص، اسمعوا بقيه النتيجه. ابراهيم محمود ابو جبل 62 من 50 يا ابو جبل. بارك له اخوك ابو جبل، باركوا له. مبروك يا ابو جبل. واللي هناخده دلوقتي حرف الالف. حرف ايه؟ الالف. حرف الالف ده من الحروف المميزه، ولما بتبقى الهمزه فوق بنقول اه، لما تبقى الهمزه تحت بنقول ايه. انت يا بنت يا صباح، انت بنت مزاكي ها؟ قولي لي يا بنت كلمه بتبتدي بحرف الايه. ايه ايه ايه؟ لا ايه دي تقوليها لما ترتاحي انت وامك كده جنب الفرن. جاتك نيله انت يا واد انت. ايوه يا فندم. قول لي كلمه بتبتدي حرف الايه. انسه. من يا اخويا؟ انسه. مين انسه دي؟ واحده كده بترقص وتغني بس ايه؟ زي لقطه القشطه يا فندي. نيل يا عجل يا اهبل. انت يا راجل انت قول لي كلمه بتبتدي بحرف الايه. اتو. من يا اخويا؟ اتو. من اتو دي؟ ده لعيب كبير قوي. اهي الكوره دي اللي هتوديك في داهيه وتلحس دماغك. يا راجل اتعلم، ده العلام اهم حاجه في الدنيا. هنعمل ايه بس بالعلام يا استاذ رمضان؟ ده الواحد فضل يومين ويموت. أو لما الملائكة تسألك تعرف تجاوب. إيه دي؟ إيه يا دياب؟ بتنصب الفاعل؟ أما بتنصب الفاعل من دلوقتي، أمال لما تكبر هتنصب على مين؟ صفر. حاسب في إيه؟ أنت طول الليل هتفضل تتخانق مع الكراريس كده أهو. تعالى لي يا دموك أنت روخر. أه يا دموكي، مش عارف تجر المضاف إليه، مش عارف. طب حياتي صفر. تعرف يا ولا يا رمضان؟ أنا قابلت النهاردة تهاني بنت الحاج سليمان، بقت زي لقطة القشطة ما شاء الله، وفتحت أمها في الموضوع. البنت ما تتعيبش وهتساعدك تلم لك الكراريس اللي عمال تبعتر فيها طول النهار. اهدي اهدي يا نهار اسود ومنيل. آه آه شقايا راح ياما، شقايا اللي قضيته في التربية والتعليم راح ياما. ده انت ليه تكسودة يا عوضين؟ انت اللي خلفوك. فسحي فسحي. طب اشرب بس شاي وروق دم. شاي ايه؟ شاي بشاي دهون؟ دم عوضين واهله هيسيح شاي الشاي دهون. فسحي فسحي. استنى يا رمضان، هو عمل ايه؟ بصي عمل ايه؟ اللي فندي كتب لي في الكراسه بص الواوا ليك الواوا صح؟ انا بردانه صح؟ انا قاعد امتع في صوتي وهو يكتب لي بص الواوا. طب استنى بس يا رمضان استنى. الواد امه ماتت وبياخد العزا النهارده. امه ماتت ده حاجه بتاعت ربنا، شغلي لازم اربيه عليه يعني هربيه. صدق الله العظيم. استاذ رمضان جاي يعزيك بنفسه يا عوضين. بس بيحبني قوي يابا. لا مؤاخذه يا مولاني. يا جماعة الافندي اللي انتوا عاملينه راجل وجايين تعزوه في امه كتب النهارده في الكراسة دهيا في درس الصرف والنحو بوس الواوا صح ليك الواوا والله ولسه فيك نخوة يا بلد. وزير التربية والتعليم. ايه ده يا استاذ بهاء؟ معقولة ابن رمزي هو اللي خرشمك كده؟ يا فندم انا مش جاي اشتكي الاستاذ رمزي عشان تعاقبه، بس كل اللي انا طالبه انك تحنن قلبه عليا وارجو انه ما ياخدش خبر بمجيئي هنا. لا 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 انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. معناها ايه الكلام ده؟ اكسر لك دراعك ورقبتك. لا دراعي بس يا فندم، رقبتي ابن السيد معالي وزير البيئة. وايه اللي تحت عيني ده؟ اه دي؟ لا ده ابن عضو مجلس الشعب.
انا لا يمكن اسكت على كده ابدا. دي اسمها فوضى. نعم الاستاذ رمزي ابن حضرتك. خليت نايل يدخل. Guess who. ازيك. على فكره انت ولد سافل وقليل الادب. ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تمد ايدك على مدير المدرسه بتاعتك يا كلب؟ داد كول داون. انا كنت بحوش عنه. الفصل كله كان بيتخانق وهو اتعجن في النص. مش صح كده يا مستر بهاء؟ اه الحقيقه الاستاذ رمزي ما كانش بيضرب، كان بيحوش. الظاهر ان انا دلعتك زياده عن اللزوم. انا لما كنت في سنك وكنت اشوف المدرس بتاعي كنت بعملها على روحي. داد بليز اخلص خالص. انا هنقلك من المدرسه دي. هوديك المدرسه اللي انا درست فيها في الارياف في بيت بدر حلاوه عشان تعرف ان الله حق. استاذ بهاء انا بعتذر لك بشكل شخصي. ربنا يخلي معاليك يا فندم. عقبال باقي الوزراء من ايد ولادهم من عندي يا رب. اسمعي يا مصر، المشوار اللي احنا رايحينه ده هو لا خطوبه ولا قرايه فتح، ده اختبار للبنت وخلاص. اتفقنا؟ ايوه ايوه ما ليه؟ واوعي تكوني قايله لحد في البلد كده ولا كده. وغلاوتك ما قلت لحد، على الاقل الجوازه ما تتنظرش. ان شاء الله، يلا نط يوم. ان شاء الله، ادعي الله ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الناس دي عرفت منين؟ أنا مش عرفني وأنا يعني هقول؟ لا ما أنت مش هتقولي، ده ناقص الزرعة تقول لي ألف مبروك. وهوني فتاني. ماشي يما ماشي. ألف مبروك يا أم رمضان. شايفة يما؟ عقبالك يا موشة لبية. عقبالك. ألف مبروك يا أستاذ رمضان. الله يبارك فيك، تعرفت منين يا سلامة؟ كل الناس كانوا بيتكلموا عليها امبارح. سوق السمك يا أستاذ رمضان. سوق السمك كمان. هو أنت كنت هتعشينا إيه النهاردة يما؟ سمك. امشي امشي. يا صلاة النبي يا صلاة النبي، زفة كمان. زفة يما، كل دي هم قلتيش لحد. داني ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضنايا مش اني دول همك. والله ده شرف كبير انك انت هتناسبني يا استاذ رمضان. انا مش عايزك تستعجل يا حاج سليمان، انا لسه ما ناسبتش حد. عادة هناك زيجات كثيرة نبدأها بضحك ولكن تفشل في النهاية. اسمعي يا بنتي يا تهاني، هتخرجي من بيت ابوكي على بيتي على القبر على طول. اللي تشوفه طبعا يا استاذ رمضان. ابوك اللي بيضحك على طول ده هون هتشوفيه مرتين بس بعد كده. مره واحنا بنكتب الكتاب، واللي بعديها مباشره لما يموت تيجي تلقى عليه نظره الوداع وانتهينا. ده كرم والله يا استاذ رمضان. لا مؤاخذه يا حاج سليمان، الاعمار بيد الله. اما بالنسبه لموضوع الاغاني فديه بند مرفوض تماما، حتى على سبيل الدندنه وانت في الحمام. مرفوض يعني مرفوض. ما تفتحش عينين البيت يا استاذ رمضان، دي لسه قطه مغمضه. اللي اوله شرط اخره نور يا حاج سليمان. ودلوقتي انا عندي سؤالين ليها وجها لوجه بالاذن. بيمتحنا الاستاذ رمضان، بيمتحنا. ناجحه باذن الله. السؤال الاول، هل تضعين احمر خدود على خديك؟ ابدا والله يا سيدي الاستاذ رمضان. ايه مناسبه الزغروطه ده هي؟ وايه اللي دخلك في الكلام؟ انا بسالك عن خدودك ولا عن خدودي؟ رمضان. عذرا يا امي. امي جاوبي يا بت. لا والله يا استاذ رمضان. لا ايه، امال الدم اللي ببك في خدودك دي يا بت؟ ده حمار رباني. هي حصلت تغشيشه وانا واقف؟ انا بسالك ولا بسالها هي؟ انكتم خالص. السؤال الثاني، هل تصففين شعرك أو تكوينه أو تسشورينه عند الكوافير؟ طبيعي والله يا أستاذ رمضان. لا إزاي يا بنت وأنا شايفه زي الحرير كده؟ ده حرير رباني. يمين بالله علقك وعبوتك قدام أهل بيتك، أما أكون بسأل حد الكل ينكتم. بنت يا تهاني، عيناك العسليتين البنيتين اللي أنا شايفهم دول، عسلي عسلي وبني بني ولا لنسز؟ لنسز رباني. تصدق بالله إن كلمة تانية هطردك بره وما هدخلك لو جبت لي مين في البلد؟ يا راجل انكتم. بنت يا تهاني، انت ايه علاقتك بالرجل اللي قريفني ده هو المدعو سليمان ابو حجر؟ رباني برضو. عاوزه تقول لك ابويا اللي رباني. خلاص يا رمضان ما تحبكش امال، نقرا الفتحة. نقرا الفتحة ويا ريت جهرا عشان لو فيه غلط ولا حاجه. الليله دي سيبنا الله كل الدنيا دي. الله 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 يا حاج سليمان، يا ريتها جت على الاغاني الهابطه وبس. بص بص يلا ياما نمشي بالبيت النجس ده. انت بتتشرف من الصبح ليه؟ هو بيت ابوك عمال داخل خارج، مش خدوده مش رجليه. انت مالك ومالي؟ ده انت تبت يا اخي،
ده انت فيك العبر، انت مش حاسس بنفسك يا جدع انت؟ انا اللي نفسي اسالك سؤال. اسال وانا جاهز للرد. انت قصير ليه؟ رباني. اشهدوا يا اهل البلد. رمضان اختشي يا رمضان. معذره يا امي. اشهدوا يا ناس، شوفوا العروسه بنت الحسب والنسب اللي انا جاي اتجوزها، مطلع دول من اوضه نومها، اقسم بالله العظيم من اوضه نومها. الاولاني اهو اسمه حماقي، وكاتب ليها على الصوره ناويها. ناوي على ايه يا تهاني؟ ناوي على ايه انت وحماقي؟ وبص التاني كاتب ليها ايه؟ الاستاذ عمرو دياب كاتب ليها الليلاني. طب كنت خليناني بكره يا حاج سليمان. فضحتني قلبي فهماني انها جايبه شرايط ديت عشان تاخد كورس انجليزي. ايوه يا شاري، بكلمك من ميت بدر حلاوه. ايوه ابويا بربيني. لا المنظر هنا روش قوي، بقر وحمير عالي قوي يعني. التزم بالطريق، قلت لك التزم بالطريق. استنى شويه. طب ثانيه واحده، مو بعد واي مان دي كده ولا كده؟ مش ماشي لا كده ولا كده. اورايت اسف. Take it easy, Ahoy's. أهلاً أهلاً باشا، اتفضل. قيام، صباح الخير يا ولاد. صباح النور يا أستاذ. جلوس. أعرفكم بزميلكم الجديد رمزي باشا، لازم تحبوه وتحترموه وتسمعوا كلامه، اعتبروه أخوكم. أخوكم ده إيه؟ اعتبروه الناظر. إلا مؤاخذة، أنت أحسن من أي ناظر. ولا قوموا أدوار، اتفضلوا أنت أول تختي. لا 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 لا، هو سي إن ذا باك. إيه ده؟ إن ذا باك. أنت وشوقك إن شاء الله تقعد في مكتب الناظر. اتفضل. حاجة كده على مقوس البلهانة والشفة. Thank you. تأمرش بحاجة تانية؟ كاتشب. ليه؟ هو احنا وصلنا معاك في حاجة؟ I don't understand anything you're saying. You don't understand me. So there's no point, okay? ده واجب علينا برضو. انت فصلتني. انا افصلك؟ ده انت ابن الوزير. ده انت اللي هتفصلني. You take drugs as well. انجليزي ابن وزير بقى. في حاجة؟ I see you looking at my food. يعني في حاجة. هذا انت منورنا يا محمد. لقيتها شايلاني طول العمر، قلت اشيل هاني يوم بالغباوه اللي فيك دهيا. اجري على الصفطه والعجلاتي. الاستاذ رمضان بيقول لك عايزها تيوتي قبل الحصه السادسه ما تخلص. والله انا من رايي تبيعها وتجيب لك بيها موتوسيكل. يلا موتوسيكل ليه؟ فرومك انت واللي خلفيتك. غور غور يعني ناقصك. نبي يا رب تعترني في الوادي اللي قلبني في التير على زرع بصل ده. يا رب ندرين علي يا رب. لا كنت دابح ارنب بفرقعه على البلد كله، بس عطرني فيه. ارقص يا اخويا ارقص. من الواد ده يا عوضيه؟ يا عم اسمك كتير جاي من مصر يا استاذ رمضان. اما اسالك ليه بترد مش من راحه؟ ايوه يا اخويا ارقص. ايوه الدلع عايزك تفرح، الايام اللي جايه سودة عليك سودة. ايوه هات هات يا اخويا هات، ثاني هخليك الفت. انزل واطلع، انزل واطلع يا اخويا فرحني. انبسط انبسط. ايه يا اخويا اللي في ودنك دي؟ لابس حلقه يا ولد؟ الايبود. الايبود ده والايبود ده هو اللي بيرقصك كده؟ لا انا بسمع مزيكا. بتسمع مزيكا؟ لا اسمع يا اخويا، بص بقى اني هسمعك الايبود بتاعي ده هيرقصك على واحده ونص.
اسمع كده ايه رايك فتحي باشا يا اساتذه مدير مكتب معالي الوزير جاي بنفسه عشان يطمن على رمزي باشا واحنا كلنا خدامينه في العاب معينه يحب يلعبها رمزي باشا رمزي باشا بيلعب سكواش عندكم لاعب سكواش ينوجد الكسو نجيبه هو احنا مش كان عندنا كسواش رمزي باشا لو جاله برد انت مسؤول قدامي يا فندم احنا نعياله ايوه معالي الوزير انا في المدرسه مش عاوز رمزي باشا يشتكي من ايتها حاجه تتنقل له انضف تخت للفصل ويتلزق كله بورق الحائط وعايزك يا استاذ حسين تتفق مع الابوار يبعت يوميا دسته جاتوه لرمزي باشا عشان نفسه تتفتح على المذاكره ايه ده زلزال ايه يا علاء بتجمل ايه كده استاذ رمضان بيضرب الواد الجديد انهي واد يا نهار اسود استاذ رمضان الله يخرب بيتك يا استاذ رمضان ده هيقفل لنا المدرسه انت بتضحك عليه يا نهار مش بايت عليا وعلى خديني اوعى انت يا رمضان اوعى بس يا ولد انك نوح انا وان كنت الاخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل اعربي يا ألفت اعربي يا ألفت اللي بتمشي هتكرع بالعربية وتخبطي في الناس اعربي يا ألف لا أداة جزم كمل يستطيع فيرب مدرع مجرور يستطيع ايه يا أخويا فيرب فيرب الفعل بقى فيرب يا أولاد بس يا ألف بس الفعل بقى فيرب الولد الباشا بيتضرب اكسروا الباب عظيم بيمين ابدا اللي هيكلم كلمه لا يتعلم مكانه انت يا جزمه يا ابن الجزم يا خدي يا خدي يا خدي يا خدي ايه اللي بتنيله ده يا رمضان فك الواله ابوس ايدك فك الواله لا يا اخويا مش هفك الواله الواله ده هيتمد على رجليه ده قلبني في الدرع انت مش عارف الواله ده ابن مين هيكون ابن مين يعني ابن وزير التربيه والتعليم ايوه ابن وزير التربيه والتعليم يا اخويا انت مسكت في الكلمه قوي خليه ابن وزير الراي لا لان في الحقيقه ده ابن وزير التربيه والتعليم الكلام ده صح يا حضره الوكيل مالها بردت كده ليه؟ ولا اني باين اني جعان؟ كان مستخبي النفين ده كله يا ربي هيرفدوك يا حبيبي؟ هيقطعوا عيشك؟ يا ريت هتيجي على الرفد وبس يا امي دول ناويين يحولوها جنايه هيسجنوه يا اختي داني ماليش في الدنيا غيره امن عليك يا رمضان اول ما توصل مصر تروح السيدة نفيسة تقرا لها الفاتحة وتطلب من ربنا يخرجك من الشدة اللي انت فيه مدد يا ستني وامن عليك يا رمضان لو ربنا خرجك من اللي انت فيه تروح سيدنا الحسين وتجيب لي ازازة ريحي من جار المقام مدد يا سيدني وامن عليك يا رمضان تجيب لي حتة قماشة 6 متر من بيتي هعملهم جلابية امي عايزة قماشة من بيتي دي مهزلة المدرسة دي لازم تتقفل استر يا رب كلكم لازم تتحاكموا ما عليه باين عليه مزاجه وحش النهاردة الوزراء بقى بيبقى أخلاقهم ضيقة وأنا لو قمت جريت من هنا هيجرى حاجة؟ نبي ما هيجرى حاجة ست حالات جواز عرفي عندك في المدرسة الأطفال عمرهم ما عداش 16 سنة الوزارة دي اسمها وزارة التربية والتعليم يا فندي يعني التربية تيجي قبل التعليم ده سن خطر جدا يا معالي الوزير محدش عارف هما بيفكروا ازاي ولا بيعملوا ايه رمضان مبروك ابو العالمين حمودة خليه يدخل يا اعدل الناس يا اعدل الناس الا في مخاصمتي فيك الخصام وانت الخصم والحكم انت الخصم والحكم نعم وعشوية أخلص سمعت
يا معالي الباشا، انا جاي النهارده عشان ابص الايادي، ولو في حاجه تاني غير الايادي مستعد ابص. الهي ما واروح، الهي هتشلي واقع قدام سعادتك مسلول على المكتب دوت، الهي يدهسني قطره يفرق كل حته فيا في حته، الهي يدب فيا ده النتاني والناس ما تطيق ريحتي. اني ما كنت اعرف اني معاليك يبقى ابني معاليك. انت اللي ضربت ابني؟ لا مش انا، مش انا، هي دي الهي تنشلي، كنت تنشلي قبل ما تتمدي على بعلي. ومين بقى اللي قالك ان انا زعلان منك؟ بالعكس، ده انا سعيد وفخور بيك جدا. وبالمناسبة ده يثبت لي ان التعليم في الارياف افضل 100 مرة من المدارس اللي انتوا بتفتحوها. فخور بيه؟ يعني معليك مش زعلان مني انني ضربت معليه؟ بالعكس، انت هتاخد مكافأة يا استاذ رمضان. مكافأة؟ يو داريو. الاستاذ رمزي ابن سعادتك. استاذ رمضان اتفضل اتفضل. اهلا يا اخويا. اهلا يا شملول. اوعى تكون فاكر ان ابوك اللي واقف دي هيحوشك عني. لا يا اخويا، تعال اقف قدامي هنا. تعال يا فندم، تعال هنا. اوكي دونت تاتش، دونت تاتش، دونت تاتش. طب وقفتش قدام الياد زي ما قلت لك. ام فاين ام فاين. طب اسمع يا اخويا، انا دلوقتي هقول لك جمله تعربها قدام معالي الوزير، ويمين ثلاثة إن ما أعربت صح لكون مدك في مكتب معالي الوزير. ها اعرب يا أخوي. أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم يستطعه الأوائل. اعرب. لم أداة جزم؟ أيوة. يستطيع فيرب مضارع. فيرب تاني؟ خلاص فيرب تاني؟ خلاص خلاص يا معالي الوزير، بقول لسعادتك فيرب. معلش يعني أنا مدرسة لغة عربية ولا لغة إنجليزية؟ خلاص فيرب يا علي، بتحرجني قدام معالي الوزير؟ عشان خاطري. عشان ماشي. بسم الله ما شاء الله، دي معجزة يا معالي الوزير، أنا مش قادر أصدق لو داني ولا عنيا. سعادة الوزير، أنا محتاج الأستاذ رمضان عندي في المدرسة، هو ده اللي حيعدل الميلة وبالمرتب اللي هو عايزه. ها إيه رأيك يا أستاذ رمضان؟ والله يا معالي الوزير اللي تشوفه سيف على رقبتي، بس أنتوا فاجئتوني، أنا كنت عامل حسابي إن أنا جاي أتحبس، الموضوع جه فجأة. فسيبونا يعني نستخير الست الوالدي وناخد من ثلاثة نفكر، واللي في الخير يقدمه ربنا. أخوك رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، مدرس اللغة العربية الجديد. تشرفنا يا أستاذ رمضان. فريد باهر مدرس الساينس. هو فين دي؟ أنا فريد باهر. أهلا وسهلا، تشرفني. المدرسة ده هي بتيجي لها كام فدان؟ فدان؟ اللي أقول لي يا أستاذ فريد، هو أنت ما عندكش حصة ولا إيه؟ فاضي يعني؟ فاضي فاضي إيه بس يا أستاذ رمضان؟ أصلي شايفك يعني ماشي براحتك في المدرسة ما وراكش حاجة. تخيل تخيل يا استاذ رمضان، الولاد مش عايزين ياخدوا حصه، قلت اسيبهم براحتهم. قلت عدي يا بت، عدي يا بت، بلاش لكاع، عدي. مالهمش مزاج ايه ياخدوا حصه؟ يا صلاه النبي احسن، لو التعليم هنا بالمزاج دي تبقى مسخره. يا استاذ رمضان، الطلبه اللي هنا المدرسه بالنسبه لهم فسحه، كلهم بيعتمدوا على الدروس الخصوصيه. يا دي الخيبه، هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويقعد على ترابيزه السفره ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمه على العيال بعد كده؟ عليه العوض. انت مالك متاثر بكلامي كده؟ اصلي لسه واكل كيك امبارح. استغفر الله العظيم، اعوذ بالله من غضب الله. ماسكينهم في شقه دول ولا ايه؟ طب ما يغطوهم بملايه لحد البوكس. ايه يا استاذ رمضان، دول عندهم حصه سويمنج. حصه ايه؟ سويمنج يعني سباحه. والناصر عارف ده ساعات بينزل معاهم. يا نهار اسود، لا انا شكلي هتعب في المدرسه ده. هي اهدي، ايه المسخره ده؟ هي كوره في الفصل؟ اقعد يا هلا، اقعد انت يا بت، اقعد على التخته بتاعتك. تخته؟ ايوه يا اختي تخته. ترمي انت يا عبد الحليم يا حافظ، اقعد مكانك يا اخوي، ترمي مكانك وانت نازل رجلك. ايه المصيبه اللي انا جيت فيها ده؟ هي انت يا ده بشعر معفن، انت تعدل تعدل، بص قدامك. لما الاستاذ يدخل يبهم انت وهو وهي تقوموا تقفوا. قيام. تنفخ ليه يا رحماما؟ انفخ انفخ، انا اوريك النفخ في الامتحانات ان شاء الله. نتعرف الاول عن الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده. كويس قوي، ما كنتش اعرف ان اسمي بيضحك. اياك تفتحي بوك تاني، فاهم ولا لا؟ سوري. لا يا اختي انا مش مستر، انا استاذ رمضان. ترزعهم ترزعهم. ايه يا ابني دي؟ ايه دي؟ اسمك ايه؟ ايمن كريم الششتاوي. كريم الششتاوي؟ ايوه ابن وزير البيئه. ايوه ابن وزير البيئه. طب يا اخويا ما تتنكش قوي كده، دي السحابه السوداء جايه لحد دماغك.
بكره ده يتحلق بدل ما احرقهولك، فاهم ولا لا؟ انت يا اخويا اللي بتنفخ، اسمك ايه؟ محمد احمد الخرساني. احمد الخرساني؟ ايوه وزير الصحه. ايوه يا اهلا يا اهلا، باين عليك الصيحه، انبسط. أمانة عليك وانت قاعد في البيت، إباهات سيرة المستشفيات الحكومية اللي الناس بتترمي فيها على البلاط، وكياس الدم الملوث واللي انت عارفه، يمكن حد يهتم. اوكي اوكي انا بشعت منك هذا اللي يتعدل. اوكي وانت يا اخويا اسمك ايه؟ اسمي امير المصري وبيدلعوني بيقولوا لي وائل عبد السلام. احنا نستظرف يا دي انت ولا ايه؟ مش بستظرف والله، حضرتك اشرح لك الموضوع. اشرح لي يا اخويا. ماما كانت عايزه تسميني امير وبابا عايز يسميني وائل، اتخانقوا. امي كانت حامل في شهر رابع فهو مش عايز الاقيها، يا ست حامل يعني، فقال خلاص نسميه امير ونكدب عليها. لما خلفتني جدتي ام ابويا ما بتحبش امي اساس، فقالت خلاص نسميه وائل، فام تقول لا امير ودي تقول وائل. بعده اسكت بقول لك، ما هو بعده بقول لك اني مالي اني مالي يا رزق، انا ما احب اندهك. اقول لك ايه يا جلال؟ يا جلال يا جلال شكلك رخم وسنتك سودا طينه معايا. انفخ، عايزك تنفخ. قوم يا عادي انت، من ساعة ما دخلت شكلك مستفزني. قوم يا شكلها سنة سودة. اسمك ايه يا فرع؟ شهاب عبد الحميد النجار. اوعى يا عادي يكون اللي في بالي. هو وزير الداخلية. اتفضل استريح يا سعادة الباشا، اتفضل. لحظة واحدة لحظة واحدة، ما ينفعش تقعد كده. هات يا بنت انت منديل ولا حاجة، هاتي حاجة، هاتي يا بنت. الله يخرب بيتك، اتفضل استريح، اتفضل اتفضل. اسمع يا عادي انت وهو، اسمع يا حبيبي، أنا اللي جايبني هنا معالي وزير التربية والتعليم شخصياً، يعني لا يهمني ابن فلان ولا ابن تيرتان. طبعاً الكلام دي مش ليك أنت. استدعاني وزير التربية والتعليم وقال لي والنبي يا أستاذ رمضان، قلت له أنا ما بحبش الحلفان، إنجز، عايز مني إيه؟ قال لي العيال ده هون أمانة في رقبتك، وأنا يمكن أخون الأمانة، يعني لو أنتوا فاكرين إن أنتوا مسنودين أنا كمان مسنود. اهلا اهلا يا حيلته، اهلا. كنت فين يا غندور انت والشملوله؟ اصل جيجي مخلص. مين جيجي ده؟ هي جيجي هي ده هي. اهلا يا ست جيجي، كنت فين وسايبين الحصه؟ اصل بقالها يومين قافل الموبايل. ف ما تقفل الموبايل ولا تتحرق هي والموبايل. انتوا سايبين الحصه كنتوا فين؟ Take it easy, she had boyfriend problems so I can't just sort it out. Her boyfriend's a bit of an idiot, yeah, so I just you know stepped up to her and said what's going on with me, what's wrong with you man. خلاص خلاص خلاص، اذا كان على كده براءه. تف يا بنت اللي بقى انا وغوري مكانك، امشي. يلا يا اخويا امشي امشي. انت بتشوح يا ولا؟ شكلك نسيت التعليق اللي في السقف، ها؟ اجري. ايوه كده، الناس تخاف ما تختشيش. اسمعت اهو اهي، كل واحد يطلع كتاب الصرف والنحو، هعمل لكم امتحان مستوي. استاذ رمضان. ايوه يا باشا. مش لاقي الكتاب. مش لاقي ايه؟ كتاب مش معايا. لا في كتاب، هات يا بنت الكتاب ده. ايه بس انا اسقط. ما تسقطي ولا تتنيلي ولا عايز ان انا اتحبس. اتفضل يا باشا. وحشتيني قوي يا امي، ربنا كرمني وسكنت جنب اولياء الصالحين، ومعايا راجل طيب في البيت اسمه الحاج طه بيلم لي الكراريس. تعال يا شريف يا خرسان، اهدي صفر. يلا غور في داهيه، تعالي النبي صفر كلكم. ايه ده؟ في ايه؟ ايه يا رمضان عمال تحدف في الكراريس ليه؟ هتجنن يا عم طه هتجنن. خلاص العائلات بقت بتستعر من اللغه العربيه، خلاص. اذا كان ابن وزير التعليم من كتر سفره بره بقى بيرتن انجليزي على طول. ده العيال ونفسي النوم كنت حافظ الفيه ابني مالك. طب يا اخي روق كده، امال وقرب منهم صاحبهم، شوف ايه اللي بعيدهم عن المذاكره. اقرب من مين بس يا عم طه؟ ده الواد والبنت من دول وانا بشرح في الفصل يقعدوا باصين لبعض كده كانهم على الكورنيش. يا خبر اسواح، افصل بينهم يا اخي. فصلت يا اخويا فصلت، بقوا شغلوا البلوتوث على التليفون. تليفون؟ خد منهم التليفونات. وحياتي النبي خدتها ورميتها، بقوا يعملوا تشات. تشات؟ تطلع ايه تشات دي؟ ده موال كبير مالكش دعوه بيه انت، الكمبيوتر خرب الدنيا. كمبيوتر؟ يا خبر اسواح، البت بت طول النهار قاعده قدامه. روحي الحق بنتك، روح. اهدي، مضاف اليه مرفوع بالضمه في شارع مين دي يا ابن عبد الحميد يا نجار؟ نجار؟ ده ابن وزير الداخليه. ايوه شهاب ابنه، بس وزير الداخليه على عينه وعلى راسي، انما الصرف والنحو دي مسؤوليه هني. عظيم بيمين ابدا، لكون رايح ضربك في وسط بيتك وفي وسط اهلك ومش هيهمني. عنوانه ايه وزير الداخليه يا عم طه؟ لا 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 لا، ما تتطورش يا رمضان، ده وزير الداخليه. أنا الأستاذ رمضان، مبروك أبو العلا.
ايه ابن اختي؟ انا مالي، انا بشكرك والله على المعامله الطيبه، الف شكر. مع الوزير؟ ايوه معاليك. مع سعادتك. اكيد يا فندم. هنوصل الاستاذ رمضان لحد باب البيت. اكيد يا فندم. مع سعادتك يا فندم، مع الوزير. يا باشا ازاي معاليك؟ الف شكر على الاهتمام ده، ربنا يبارك في حضرتك. ربنا يخليك. لا شهاب، شهاب يقدر يغلط فيا؟ لا يا، لا هو ولا حد بالمدرسه، هو غلط في المضاف اليه. ايوه هو رفعه وزاره التعليم مصره تجره. انا من رايي الداخليه تتدخل وترفعه، ولو الداخليه رفعته الشعب كله رفعه يا باشا. ايوه المرحله السنيه اللي انتوا فيها ده هي اسمها العلمي مرحله البلوغ. يعني ايه البلوغ؟ يعني هناك تغيرات فسيولوجيه بالنسبه للبنت او للولد. البنت تقف قدام المراية تلاقي نفسها بتتغير، وفي حاجات بتتغير فيه تفتكر انها كبرت. انما الولد مش محتاج مراية، هو يا دوب شوية شعر معفن يطلعوا له في دقنه ولا في شنبه ويبتدي يجعر في البيت زي البقرة، وابوه قاعد مش لازم يقول لك يا بيت راجل اربط عندك، اربط عندك اللي بتبوس. اهدي هات يا اخويا وريني. ايه انت ايه؟ صورة فضيحة؟ لا دي نجلة. نجلة مين يا ولد؟ صورة فضيحة؟ لا نجلة. لا مش نجلة، دي فضيحي. دي نجلة يا استاذ. بقول لك فضيحي. انت ما تعرفهاش نجلة وردي. لما تبقى لابسه كده تبقى نجلة ولا فضيحي؟ لا فضيحة. اديك قلتها. يبقى انت ايه؟ بتجيب صورة فضيحي في الفصل. يبقى تستاهل ضرب الجزم ولا لا؟ استاهل. ويبقى انت اعترفت على نفسك. بس في حاجة. ايه؟ شهاب كمان معاه صورة. ايه؟ ايه يا عم في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عم وائل، انت معاك صورة ولا انا بجد؟ يا اخي مالكم يا جدعان؟ ما انت معاك صورة. اهزي بقى، اهزي بقى، اهزي، اخلص يالا، تعالى هنا، انا واخد امر ان انا ربيك. عرفت فين الصورة اللي معاك؟ وريني وريني. يا نهاركم واصغر حتى، ما هي بقى انت تشوف دي عامله ازاي. يا نهاركم اسود، هي هي الولية بس هنا مش دريها والتانية كانت مطية. الله 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 الله، هي الولية دي تفشت فيكم ولا ايه؟ خليك انت عاقل يا ابن العاقل، مالكش دعوه بيهم. اه دول عيال صيع، دول هيتربوا ان شاء الله يا امير يا ابن القمر. وريني وريني. يا نهارك اسود، يا نهار، حتى انت، حتى انت، ده انت لقيت ابوك سودا. وحياه النبي لاجيب البوليس مش اولياء الامور. اهدي، هي الوليد هنا عمل جماعي ولا مرشح نفسه مجلس الشعب؟ وريني وريني معاك انت كمان. لا انا مع الصوره. طب انت هتجيب صوره ليه؟ بتدفع عليك التسبيل. اترمي هنا، اترمي وزير تحت الملايه، ده انت نهار ابوك اسود. لا مؤاخذة يا جماعة، لا مؤاخذة، أنا بجرب خرزانتي، خليكم في شغلكم. الواحد هيتفرس. بقول لك إيه يا أستاذ فريد، معلش أنا هعطلك معلش. هو مين في المدرسة هنا بيدرس للأولاد دين؟ لا الدين هنا اختياري مش إجباري. أتاري. العيال طالعة قليلة الدين وماشيين في الشارع شكلهم زي كفار الجاهلية. We are preparing for the Halloween party. Please ask Mr. Ramadan if he wants to join us. أستاذ فريد، أنا سميحة بتقول رمضان. هي تقصد ناني ولا بتتكلم على الشهر الكريم؟ لا دي بتسأل حضرتك إذا كنت تحب تشارك في حفلة الهالوين بتاعت السنة دي. حفلة الهال إيه؟ الهالوين بتاعت السنة دي. وإيه الهالوين دي؟ ده حفلة بتتعمل كل سنة في أمريكا. طب وإحنا نحتفل بيها ليه؟ يعني هم الأمريكان بيصوموا وقفة عرفة ولا بيحتفلوا بتحرير صيني؟ هي أمريكا حاشرة نفسها في كل حاجة كده، دي حاجة عجيبة أوي. أستاذ رمضان موجود؟ أيوه يا ست، أنا الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودي. ودي الاستاذ فريد صديقي، ودي اللاب توب بتاعه. كنت عايزه حضرتك في كلمتين على انفراد لو سمحت. انا تحت امرك. كلمتين على ايه؟ على انفراد لو سمحت. اظن الجمله واضحه، على انفراد يا استاذ فريد. سكن عندي شغل على اللابتوب. عندك شغل على اللابتوب؟ خد خد يا خد، يلا يلا. السلام. سوري. لا ولا ايه. السلام، ده بان عليه يطلع صدخ. تفضلي تفضلي يا ست، اهلا وسهلا. شكرا. سكرك قد ايه؟ لا ميرسي شكرا. لا ازاي ده الكلام، انت فضلتي الاول. متشكره قوي ميرسي. طيب خير. انا مامه الطالب اللي عندك امير اللي في الفصل. امير مش عاجبني يا ام امير. ولا عاجبني ولا عاجب باباه ولا عاجب حد. ابني هيضيع مني يا استاذ رمضان. هو بيعمل ايه يعني؟ نوريني وغوشتيني قوي. معلق لي صور المطربه دي اللي اسمها نجلاء وجدي، وطول الليل والنهار مشغل كليباتها واغانيها، وكل يوم سهران عندها مرسي في النايت كلوب اللي بتشتغل فيه. واخر حاجه عملها مد ايده وسرق، سرق البروش بتاعي عشان يقدمه لها هديه. حرامي، ينهر اسود. وابوه فين يا ام امير؟ في دبي. دبي؟ ما هو ده اللي ضيعني. انا لجأت لك يا استاذ رمضان لانه حسيت انه بيخاف منك وبيعمل لك الف حساب. ارجوك انقذه من البنت دي.
خير يا عم طه؟ فيه ايه؟ في واحده ست مستنياك جوه، باين عليها ست مهمه قوي. الدنيا اتقلبت اول ما دخلت الشارع، فتحت لها ودخلتها. ربنا يستر، ربنا يستر. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ رمضان. ايوه فندم. انا بقى مامي شهاب، طالب عندك في الفصل. شهاب مش عاجبني يا ام شهاب. ولا عاجب بابا ولا عاجبني ولا عاجب حد خالص. ايوه ايوه، وطول الليل ما بيذاكرش ولا يفتح كتاب، وبيسمع اغاني البنت اللي اسمها نجلاء وجدي دهيا، ومعلق صورها في كل حته. صح، وابوه في دبي كمان. لا لا، بابا مش في دبي. يا صاحبي ده ما ينفعش، يبقى هيسافر دبي ان شاء الله. وانت ايه اللي عرفك يا استاذ رمضان؟ يا هانم، انت جالي دلوقتي عشان انقذ ابنك من المطربه اللي اسمها نجلاء وجدي، صح ولا لا؟ فعلا صح. ايه اللي بتعمله ده؟ دي فحل بصل هيفكرك بقام البلد يا باشا. انت بصراحه لازم تفطر، مش معقول قهوه على غير الريق. بسم الله، مش عاوز. ما تحرجنيش، يلا مالك؟ ميه 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 ليه؟ ميه ليه؟ بتعمل ايه يا مجنون انت؟ اجري يا دمتها تشوط ميه. ميه ليك ولا للباشا؟ اقعد اسال واتمرقع لحد ما يموت في ايدينا، روح هات ميه. الف هنيه. انت بصراحه مش عاجبني يا باشا. وبعدين انا عارف ايه اللي مزعلك. ايه بقى يا ابو العريف؟ رمزي ابنك. رمزي مش عاجبني يا ابو رمزي. ايوه مش عاجبني. معلق صور البت المسخوطه اللي اسمها نجلاء وجدي، وليل ونهار مشغل اغانيه وما بيفتحش كتاب. بالسرعه دي قدرت تفهم رمزي؟ يا معالي الوزير، دي مش مشكله رمزي، دي مشكله جيل بحاله. طب وهنعمل ايه في البلد يا رمضان؟ الولد كده هيضيع دمه، هتتجنن. سيب الموضوع ده على الله وعلى العبد الفقير اللي قدامك. ويا ني يا نجلاء وجدي في البلد. وفيها ايه يا استاذ رمضان؟ فيها ايه ايه ايه؟ فيها مسخري، فيها قله حي، فيها انحلال. هم اللي عيال ناقصين جنان لما احنا نجننهم اكتر. استاذ رمضان، شبك لبك يا اخويا. احنا خلاص اتفقنا معاها ومضينا الحق. طب يا اخويا خلي عادي ينفعك، ما تعرفش مين اتكلم معاها شخصيا في موضوع البت ده؟ هي معالي الوزير، شوف بقى لما يعرف ان انت اللي مصر تجيبها، احتمال بكره تسيب المكتب ده هو وتنزل تضرب الجرس تحت. طيب انت شايف نتصرف ازاي يا استاذ رمضان؟ انا شايف ان انت ترتاح على مكتبك ده هون وتشرب مجه البحصه وسيب لي الموضوع ده عليا، وانا بعون الله بعون الله هخلصه. احنا عايزين نحافظ على عيالنا يا استاذ علاء. بهاء. علاء، بهاء، ابتلاء. المهم نحافظ على عيالنا. سيطرة. حبي لك مش حب عادي، كل ما امشي الاقيك قصادي وبجالس الاقيك ورا. اي حاجة تقول عليها مش حرق شتاني فيها، هعمل كل اللي انت عايزه. ده كفاية انك تبقى جنبي، ده انت نور عيني وقلبي. ايوه ده اللي قلبي عايزه. باللغة العربية
نجلاء وجدي موجوده؟ موجوده يا اخوي. معاك الرائد محمود يوسف من مصلحه الجوازات والهجره. اهلا يا فندم. معلش يا نسا نجلاء، انا جاي لحضرتك في مهمه سخيفه شويه. الاقامه بتاعت حضرتك في مصر انتهت وفي امر بترحيلك من البلد، واحنا هنديلك مهله لنهايه الاسبوع ترتبي امورك عشان تغادري البلد. ايه؟ انا ما اقدرش امشي من هنا، مش هينفع ارجع بيروت، انت عارف مشاكلي هناك. اتصرف يا شوقي، شوف لك حل. يعني نتجوز وناخد الجنسيه؟ ما هو الموضوع برضو. لا انا قلت لك 100 مره الموضوع ده ما تفتحوش تاني، روح شوف شغلك. يا استاذ ايه اللي رايح فين؟ طالع الفندق. ايه اللي رايح فين؟ اوعى كده، اوعى انت وهو. هو انت في زيك يا ست نجله؟ والنبي يا اختي انا حاسه ان ربنا حيشلك خير كبير قوي، اهو باين اهو قدامي في الفنجان، عريس زي فلقه القمر، طول ايه وعرض ايه، يخرب يخربي جاي لك بيخبط على الباب. سلام عليكم. بتقولي بعرض؟ انت متاكده؟ ظهر يا اختي البني مغشوش. انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي، ومدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه بالمدرسه التجريبيه الحديثه. مين فيكم نجلاء وجدي؟ يعني حضرتك مش عارف؟ واني هعرف منين؟ ما انتوا العمليات التجميل اللي بتعملوها ليل ونهار في خلقيتكم بتلخبط الناس. خلصوني، مين فيكم نجلاء؟ نعم انا نجلاء، عايز ايه؟ بصي يا بنت الناس، انا مش جاي اقطع عيشك، انما من حيث حفله المدرسه احنا استغنينا عن خدماتك خلاص، شوفي لك حته ثانيه امشي غني فيها. انت ازاي بتكلمني كده وبصفتك ايه؟ أسر الكلام، ولا صفتي ولا نيلي. غنى في المدرسه عندنا مش هتغني ولو ببلاش. شوفي ولو ببلاش، والعيال دول تسيبك منهم خالص، دول لسه عيال صغيرين تراي، اهاليهم صارفين عليهم ياما، فاهم ولا لا؟ انت بتهددني ولا ايه؟ انا لو ضربت الجرس دلوقتي اربعه يجوا يشيلوك يرموك بره. اللغه العربيه الفصحى، ركز وركز واصحى اصحى. اهلا 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 بالشباب، اهلا بالعرسان. اللي جابك انت هو في سعادي؟ انت Four years old. And I was so young, and there was a pool, and I couldn't swim, and I drowned. أنت هتمثل لي؟ أمياد يا تافه. أنت فوق. ما بص أنا واقف، وأنت إيه اللي جابك هنا؟ أنا جاي أسأل حضرتك على الواجب. أعمله مرة ولا ما أعملوش خالص؟ عشان أنا عايز آخد تيتا أمشيها رجليها ورمة، وأنت عارف ست كبيرة. تيتا تيتا، أنت هتدخلني في أمك وستك تاني؟ ده أنت ريتك سودة، وأنت إيه اللي جابك؟ لا أنا ما جيتش. أنت إيه؟ أنا ما كان في ظروف ومنعتني، ما عرفتش. أنا جيت فين؟ أنا جيت. هو مش واقف معانا أساس. أنت بتستعملني. أنا لو جيت كنت قلت يا أستاذ. والنبي أنا أوريك أنت جيت ولا ما جيتش. طب يمين بالله العظيم ان هغمض وافتح، بص تغميضه كده وتفتحها كده، لو لقيتكم في المكان لا ناس الدسمه ديت عليكم. اهو ويا راحت فين دي كمان؟ انت رحت فين يا اختي؟ تعالي تعالي يا اختي، انت لسه شفت رعب. اسمع اما اقول لك، ثلاثه بالله العظيم انا هفتش على العيال دول هنا كل يوم، هاجي صبح وليل صبح وليل، ولو لقيت عيل فيهم لا هخليك تنامي تحلمي بحاجه واحده، هي رمضان مبروك ابو العالمين حمودي. لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأنجاس مناكيده. أي والله حكم فيه ناس كده نفسيتها زي نفسية العبيد بالظبط، ما يمشوش إلا بالعصاية أو بالخرطوم أو بالجسمي. وديني وأيمان أنا ماشي بنفسي، أنا لولا بس أبوك كنت فرمته. هي مش وزارة التعليم لغت الضرب في المدارس؟ أيوه. وأبوك وزير؟ أيوه. ما تخليش في الحل في الفرعون ده. هو فرعانه كده غير أبويا؟ إيه يا هباب كبيرك أنت وهو؟ بتبغبغ في ايه؟ بقى تبقى صايع وضايع وفاشل ومالكش قيمه في المجتمع وبتبغبغ في الكلام؟ سمعت اهو من هنا ورايح كل واحد فيكم هيديني تمام، من ساعه ما يخرج من داره الصبح لحد ما يرجع ويترمي في سريره، فاهمين ولا لا؟ ويا ويلو، اقسم بالله يا ويلو، يا مين بعظيم ابدا اللي الشيطان هيوزه ويروح هيه او هيه هيلاقيني قاعد في هيه وهيه، فاهمين ولا لا؟ فاهمين. عايز اسمع صوت. فاهمين؟ فاهمين. للخلف ضر، ايدك على خدودك، اللط مع الخيبه والويبه. ابتدي. هات امي من السايق، هات امي من السايق. انا كلب سوري دول، انا مش سامع، مش سامع لط من فوق. وانتوا مالك؟ والله لو وزير رايح مش عارف. ايوه جيب امي من السايق. مش هسيب مني انا. لا مش هسيب نفسي. ايوه هسيب نفسي. تطهير النفس من النفوس الذكية. طهرك طهر نفسك يا طهر.
طهر لحد ما يشوف دم نازل من وشك. ان شاء الله هينزل بلدك من وشك الدم. بلد اللي تسيبيه، انا هخلي ابويا يحلها. انا اللي هحل لك الموضوع ده يا نجلة، اعتمدي عليا انا بس. ميرسي قوي يا جماعه، انا فعلا فرحانه ومبسوطه من مشاعركم دي، وده اللي مصعب عليا السفر. بس عشان خاطري امشوا دلوقتي، انا مش عايزه اعمل لكم مشاكل. مشاكل ايه يا نجله؟ احنا لا يمكن نسيبك. استاذ رمضان جه هنا وزعق وحذرني لو شفتكم ولا قعدت معاكم مش هيحصل كويس. وهو ماله؟ هو هيتحكم فينا ولا ايه؟ ده انا هوديه في داهيه، ده انا هخلي ابويا يرفضه ويشتم اسمه من المدرسين خالص، وفي الاخر هيبيع سندوتشات في الشارع ومش هشتري منه. وانا وديني وايماني لا ضربه، عشان انا خلاص اتخنقت من البني ادم اللي بيدرسنا ده. يا رب يا ساتر. اتفضل يا استاذ رمضان اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل. ما تاخذنيش يعني، انا باجي في مكان شغلك يعني، ممكن تكوني مشغوله، بس انت عارفه العيال دهم في رقبتي. بس والله الحقيقه وانا جاي لسمعت الساده المعجبين بيكي بيغنوا اغانيكي، وده دليل على النجاح الحمد لله. اهي الاغنيه كانت بتقول ايه؟ اللغه العربيه الفصحى ايه؟ استيقظ وركز واصحى. والنبي دي اسمه كلام؟ دي كلام دي يا جماعه ايه؟ المفروض تنقوا كلام يعيش مع الجمهور. مش عارف في ايه في ظهوري. لا مؤاخذه معلش انا اسف انا اسف. والحاجات ديت مضايقاني من ساعه ما جيت، من ساعه ما جيت مضايقاني. يعني انا ممكن اقول لك نصيحه، انت المفروض تغني لابو تمام، للبحتوري، لاحمد به شوقي. لو هم اصحابك يعني عرفني بيهم يا استاذ رمضان وانا هاخد منهم شغل. اصحاب مين؟ ناس دول يعني المعمول بتاعهم، دول ناس راحوا لرحمه الله من عشرات السنين. لا انا في برد، في برد مش في زوري بس، ده كمان ده نازل لحد كعوب رجلي. ايوه النبي كعوب رجلي تنقح علي. لا مؤاخذه معلش، انا مؤاخذه على الجزمه، حتى بردك نظافه لان الموكيت ايه؟ الموكيت ما يتوسخش. مؤاخذه التات بتبقى نظيفه، المفروض كنت اقلع الجزمه بره معلش تسمحيني. لا 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 الموضوع عايز ميه، ممكن حبه ميه ولا هنا ميه بفلوس ولا ايه؟ تفيد اجيبي ميه للاستاذ رمضان. مش عارف ايه في شرخه كده. شكرا شكرا يا بنت اسمك تفيد. الف شكرا. يخرب بيتك يا تفيد، سخنه نار سخنه نار. بس هعمل ايه؟ سيبك من الميه والكلام ده كله، سيبك من الحاجات دهي. انا حاسس ان انا هرجع وعندي انتفاخ. حياتي اللي بعد الانتفاخ. ممكن الحمام؟ لا انا مش هلحق الحمام، ممكن ارجع هنا. قوم يا جزمه، قوم يا جزمه انت، قوم قوم قوم. معلش يا استاذ رمضان معلش معلش، انا قاعد بقالي ساعه تحت النقابه وعارف ان هم هيجوا جم. معلش يا استاذ رمضان ما بيحضروش الحصص، هيسقطوا. ما تزعلش نفسك، احنا جاهزين يا مدام. شوقي مدير اعمالي واستاذ رمضان مفروك ابو مدري شو حموده. اهدي اهدي، ايه اللي مفروك ومدري شو؟ ايه يا ستي فيها ايه؟ ان الاستاذ رمضان مبروك ابو العلمين حموده مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه بمدرسه التجريبيه الحديثه. اهلا اهلا اهلا. ايه ده؟ ودي مجنون ولا ايه؟ اللي مالكش فيه مالكش دعوه بيه، مالك بيا خليك في حالك مش في قلق. عايز مني اللي مالكش فيه مالكش دعوه بيه.
مالك بيا خليك في حالك مش فايقالك عايز مني ايه 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 يا رمضان يا رمضان نهار اسود ده كويس مفيش حد معانا انت هتخرج من وقارك ولا ايه هتمشي ورا الحاجات الهابطه دهيا لا والنبي ما اخرج من وقاري ابدا واهدي ايه الكركبه دي الله يخرب بيتك يا تفيدي بتاخدي شيء وشويات قدام عيني ومش عايزه تشتغلي الناس خلاص بقت تقبط وما تشتغلش واهدي التمثيل وصل لده كله جزمه ذهب جزمه يلا ان شاء الله تتحكم نار جهنم يا حلم يا حلم يا حلم يا عيني عليك وعلى ايامك الله يرحم ايامك كان الحب بجد ايوه مش تجاري حياه النبي بقى انت وحشتني ما تشوفيش وحش يلا البس البس اللي تستاهل انت عرقانه خدي طب لبسهولي لبسهولك يعني هي تفيده لازم امها تعيا النهارده تعرف يا رمضان انا ابتديت اتعود عليك بحياتي ايه رايك نطلع عندي البيت نتعشى مع بعض انا نفسي اطبخ لك بايدي والله عندك في البيت ايوه والحاج والحاجه موجودين الحاج والحاجه مين دول الحاج والحاجه مين ابوك وامك نونو بابا وماما في بيروت بابا وماما في بيروت هو احنا نروح ناكل في بيروت هناكل في بيروت ايه هناكل هنا طبعا لو انت قاعده لوحدك في البيت هنا ايوه لوحدي انت مش واثق فيا ولا ايه لا طبعا انا واثق فيك طب ومش واثق في نفسك لا انا بعون الله واثق في نفسي 100% امال ايه انا بس بقول عشان ما نبقاش لوحدينا ما احنا لوحدينا اهو لا احنا هنا مش لوحدين معانا كنب وكراسي ونجف ايوه كده اضحكي انا بصراحه يعني مكسوف من وجودي هنا كل يوم خصوصا ان الولاد ما بقوش يجوا مالك فيه ايه لا مفيش بس انا لازم ارجع بيروت بعد يومين وبصراحه كده مش عايزه اسيب مصر معلش ان شاء الله تجيلها تاني بالف سلامه وبعدين تشوفي اهلك وتنبسطي وانا انتهز فرصه اروح البلد يومين انا كمان بس انا كان نفسي اقول لك حاجه قبل السلام عليكم يقول الشاعر نعم انا مشتاق وعندي لوعه ولكن مثلي لا يزاع له سر اقوله تاني يا مستر حلوه مستر نعم أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يزاع له سر سره؟ سرك تعرف يا كاسانوفا أقوله تاني لا يا أستاذ ده هي تسد نفسكم يعني مثلا شوف الشاعر قال إيه قال حاجة جميلة قوي وغناها الأستاذ الراحل الفنان عبد الحليم حافظ تقول الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمق وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورق إني أغرق أغرق ثلاثة بالله العظيم بغرق إني أغرق إني أغرق أغرق القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا القمر لجزيرة أبعد من الخيال لا شافتها عين ولا مرت ببال يا 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 يا, يا حبيبي شفت واختاني الأماني لحد فين شفت بحلم 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 قد ايه القمر خدنا القمر عامل لي عبد الحليم يا ولا مين طبعا مش عارفني نسيتني خلاص انا ضميرك يا حيوان اعوذ بالله امال ابليس شكله ايه واخرتها يا رمضان بتحب البنت اللي اسمها نجلاء يا سلام وانت سايبني لما اغرق لشوشتي وجاي دلوقتي تعمل لي فيها شيء غفر البنت ده هي اللي تتقطع علاقتي فيها نهائي وانت لك في المنام وقابلتها كويس هقطك وبهتك اسمعني بس اني بضعف من حلاوتي اما بشوفها جدتي بتتلبش بتضعف وقدرت تقولها يا راجل اي سيبني اخد حريتي بقى ده انا لسه هقولك العذاب اللي عمرك ما شفته الظاهر ان انا سمعت عليك كتير انما من دلوقتي وطالع انا سهيلك استاذ رمضان ازيك
أنا أسفة، أنا جيت لك من غير معاد، بس أنا كنت عايزة أتكلم معاك لو ممكن يعني. طب ممكن ثانية واحدة؟ ثانية واحدة طبعا. ها أعمل إيه؟ عايزين أروح وإياه؟ يا سلام، يعني نمت دلوقتي. النهارده آخر يوم ليا في مصر، أنا خلاص مسافرة الفجر. في 60 سلامة. مصر هتوحشني قوي. معلش معلش، هو الفراق في أوله صعب، إنما بعد كده بتلاقي نفسك دخلت في حالة سكوت على طول، وتحت عينك دي سواد، دي بيسموه اكتئاب، وبعد كده بشوية تلاقي في رعشة في الإيد والرجل، دي بقى الشلل. أنا بضحك وياك، مش عايزك تمشي متضايق. تصدق يا رمضان، أنت الشخص الوحيد اللي أنا بثق فيه دلوقتي، والله العظيم. سد بصوت قدامك، لان انا حاسب المترو. المترو فاكر في فيلم يوم من عمري عبد الحليم هو اللي جاب الارنب لزبين، هو ما ناخده منك، ده اسمه كلام برضك عشان تفتكرني بيه يا رمضان. سوفينير. سوفو ايه؟ عارف يا رمضان، ده اجمل يوم قضيته في حياتي كلها. نجله. اوه نجله. لو ممكن صوره. لا يا ابني ما بصورش، يعني مدرس. صوره يعني مدرس. معلش يا رمضان عشان خاطري. معلش حاضر حاضر. وقف وقف يلا. أوكي. نزل ايدك يا حبيبي، نزل ايدك يا بابا، انت جاي تصوره جلاس مسخره هنا، احترم نفسك. صورة كيوت. ها حاضر يا كيوت. حاضر. نزل ايدك يا اخويا، انا هو محرم وانت محلل، احترموا نفسكم يا تاخدوا الكاميرا وتمشوا. اقف عدل، استعد يلا. وانت بتخبزي لي ليه؟ انا ما بتكسبش في الحق. يقفوا محترمين يا جورو بتاعي. اقف يا اختي. يلا يلا امسك. السلام. معلش صورة ثانيه. صورة كمان ما تكتب عليها وتاخدها احسن. يا ريت مش هادي قليل ادب. من هنا امشي. من هنا يلا بنت. من هنا امشي. ايه المسخره وقله الحياه دي؟ المعجبين لازم يكونوا محترمين. فضل ايه؟ خلاص مشي. يغرف ده مش عايزينه. مالو قول الكيوت. بس زعلان لي من الكيوت. انت مالك انت ازعل ولا تحرق في يوم كنتين ده اول ما ينفرس كيوت. اخ لو اخد منه قطه ان شاء الله موت بعد كده على طول. ان شاء الله تموت ولا تتحرق انت واهلك واللي خلفوك. سيكا بنت الاهل ده خلي بالك منه. معلش يا جماعه يعني معلش. بس يا بنت بل معلش، اما الرجاله تتكلم ان سواد تزغط البطن امشي غوري. انتوا فاهميني ايه؟ مواطن كده ماشي في الملاهي؟ انا الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حمودي، مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه. اه ياني. اه لازم اعمل اشاعه على وشي. يا ساتر يا رب يا ساتر. راحه فين انت؟ مسحه بيها وتمسحيها في وشي، ايه القرف ده؟ انا اسفه يا رمضان، انا السبب. ولا انت سبب ولا حاجه، انا بس اللي مضايقني هم كرمشوا البدله. ما بحبش اكرمش البدله بتاعتي. هو انت ما عندكش غير البدله يا رمادي دي؟ ازاي يعني؟ عندي واحده سمني. سمني؟ ايوه سمني، اللي هو زي الشاب ولبن ده هو. اما الرمادي دي غرالها حاجه تنزل التانيه تشتغل. بص يا رمضان، انا عايز اجيب لك سوفونير بدله جديده يعني. بذمتك هتجيب الذوق ده؟ هتلاقي الذوق ده في حته. افهمي. لا طبعا. انت بتضربيني ليه بالارنب؟ انا بهزر يا رمضان. ما بتهزرش؟ لا يا اختي بهزر. لا والله لكون مفكره الهانم بتاعتك دي عكسها في غير حاجه. ها طب هتعمل ايه في العقود الماضيه والعقابين اللي قبضتها؟ صحيح. وهتسيب الشهره والمجد والنجوميه وهتروح على فين؟ انا اقول لك ايه، هتروح على فين؟ هتلف تلف وفي الاخر مش هتلاقي حد غيري. على فكره شكلك انت اللي هتلف تلف وفي الاخر مش هتلاقي حد غيري. انت اساسا مالكيش غير. ده انا محضر لها مفاجاه. دماغ. ايه؟ دماغ. طب سيبني اوصلك. كفايه قوي. أنا عايزة أتمشى في الهوا شوية. أنا متشكرة قوي يا رمضان، أنا تعبتك معايا. لا أنت كده هتزعليني، أنا ما عملتش حاجة. أنت لو عايزة أنا أبقى مبسوط تاخدي بالك من روحك. أشوف وشك بخير. مع السلامة. الله وصل شوي.
سبت 12. العروسه فين؟ ايه يا راجل جايه في الطريق. بس هي اتاخرت عند الكوافير شويه. تعرفين الكوافير بياخد مصنعيه. تشربوا ايه؟ نشرب سجاير. تشرب سجاير وتشرب بيره وانت عايز. بس اعملوا حسابكم يا اخوانا، الحفله الكبيره للصبح. محدش يقول لي انا عايز اروح، واللي يقول لي معيش بطاقه. بكلمها ما بتردش عليا. اللي انت بتعمله ده يا استاذ شوقي لا يمكن هيتم. اتفضل. اوه اوه ماي دارلينج، قلقتيني عليكي قوي يا روحي. مفاجأة الأستاذ رمضان مبروك أبو العالمين حمودة جوزي. خسارة لك، لا خسارة، حظك قليل قوي. بقى ده جوزك؟ ايوه يا اخويا جوزي وراجل البيت. ومن هنا ورايح نجلاء وجدي دي تنساهي، انا مرات اسمها تفاحة الزحلاوي. وما تعتبش البيت دوت في اي وقت من الاوقات. سلامي كده يا نجلاء. طب يا واد انت كده ايه؟ انت هتعاتب مراتي وانا واقف؟ امشي غرف داهيه. عموما هابني. يلا يا اخويا بالسلامه. يلا خد السريع اللي معاك. مع السلامه يا عم الشيخ. بالسلامه. على فكره انا موافق على الجوازه دي. وانا موافق ان انت تغرف داهيه. يلا بالسلامه امشي. ايه الناس دي؟ وانت جاي منين انت كمان؟ شوف يا بنت، لا يكون حد مستخبي هنا ولا هنا. يلا يا ولية زغراتي وحضر لنا الحمام. الله يسد نفسك يا بعيدة. الأستاذ رمضان بقاله أسبوع ما بيجيش. يا عم عنه ما جه، تكلمني حاجة عدلة. إيه ده؟ نجلاء اتجوزت. عشان كده مش عارف أوصل لها. بيكون رمضان. يا ابني انتهبل. رمضان هيتجوز نجلاء وجدي. وإحنا حالنا نفسنا ليه؟ ده أنا كان مشاوي. إيه؟ لا بيرن. طب ما تقول بيرن. شوقي يو ازيك؟ رمزي يا نجلة. ايه؟ نجلة اتجوزت رمضان. ايه؟ في ايديك اوعى تهدك بقى، في ايديك اوعى وعليك صبر وطولة بال، وعينيك حلوة. ايه ده؟ انت عينيك عسلية؟ عسلية؟ مش عارف، امي كانت دايما تقولي انها كحلي او طوبي، بس انا ما بركزش في الحاجات دي. كحلي؟ ايه دي؟ دي بيتزا بالسي فود تستاهل بقك يا رولي. ثانية واحدة، في الفاتورة. فاتورة ايه بس يا رمضان؟ انا حسبت انا عزمك. علي الطلاق بالتلاتة، ان ما جبت الفاتورة لطلقك وارميكي في الشارع لكلاب السكك تنهش في لحمك. هات يا بت. احنا مش خلاص بقينا شخص واحد يا رمضان؟ لا يا اختي شخصين، وطول ما اني عايش انا راجل البيت دي وانا اللي اصرف، اما موت ابقى اصرف انت. فاهمه ولا لا؟ اهدي النهار اسود منيل. 126 جنيه وانا اللي خلاني تبت في الرجوله كده وحلفت عليها طلاق ونيه لما كانت دفعت وانت هنا؟ ما هي مراتي. لا ارجع يا رمضان، والله ما تدفع تعريفي. تدفع ايه؟ احنا نموت احسن. ايصال اماني، استلمت انا المدعو رمضان مبروك ابو العالمين حموده مبلغ 126 جنيه. وعشرين جنيه بتوع ايه يا اختي؟ تبس. لا بقشيش بمزاجك يا اختي، انا بدفع اللي انا هدفعه انا ومراتي. ايوه ماليش دعوه بالتبس، وهذا ايصال امانه علي. رمضان قولي يا بنتي حقك معاك يا بنت الناس، وما تعملهاش تاني. وبعد كده الطبيخ في البيت، مفيش اكل يجي من بره. 126 جنيه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا اختي انا باكل كده، هاكلها بالكرتونه بتاعتي. سكي السله انت في دور. مصمصي 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 لحد ما راجل البيت ياكل، بعد كده تشوفوا حاجه تاكلوها انتوا. عندنا الحريم بتاكل لما الراجل بيموت. جه 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 طار في الهوا الشكي، وانت ما تدراش يا جدع طار في جو اللي طول عليه. حب الهوا ماشي، حب الهوا ماشي. ألف شكر، ألف شكر.
شكرا على حسن الاستقبال والحفاوه الجميله دهيا. وان شاء الله يعني عقبال ما تتخرجوا كده من كلياتكم وكل واحد فيكم يكمل نص دينه. بس انا زعلان منك قوي يا استاذ رمضان. في ايه يا رمزي؟ يعني تتجوز كده سكتي ولا تقول لنا ولا تعزمنا؟ ده هنشرفك برضه وبعينا عروسه مش غريبه قوي علينا يعني. يعني ايه يا اخويا مش غريبه عليكم؟ خلاص يا سيدي كفايه اللي انتوا عملتوه، انتوا قمتوا بالواجب وزياده. انما في سؤال عندي يا استاذ رمضان. لو في المنهج قولوا، بره المنهج ما تقولوش. نو نو ريلي مش في المنهج قوي، بس كلنا عايزين نعرف اجابته. ايه هو؟ هي نوجا هتبطل ولا لسه شغاله؟ يا راجل انت تبطل ايه؟ شكلها كده الاستاذ هو اللي هيبطل. اسمع يا جاسم انت وهو. اي واحد هيتطاول هفرجه معامه. واي كلمه بره المنهج مش مسموح بيها. فاهمين ولا لا؟ كل واحد يطلع كتاب قدام منه. يلا يا بهيم انت وهو. خير يا شوقي، جاي في ايه؟ خير ان شاء الله. هو في الحقيقه يعني لما بدات كلامك بالحقيقه تبقى بتكذب. ده حقيقي، انما بصراحه انا في الواقع في الواقع كمان. دي كملت. ارغي يا شوقي، انا مش فضيلك، عندي كراريس عايز اصححها. بالنسبه لنجلاء يعني. نجلاء مين؟ نجلاء مراتك. مراتي ما اسمهاش نجلاء، مراتي اسمها تفاح الزحلاوي. النمره غلط. اسمع بقى يا استاذ رمضان، نجلاء ماضي عقود ولازم تنفذها، افراح وحفلات غير شريط كاسيت، والمنتج ممضيها شرط جزائي لو ما نفذتش العقد. هاتي ورقه وقلم من جوه يا بنت هتفيدي. هو كام يا اخويا الشرط الجزائي؟ كام؟ ياما يا امي يا مصر. يمين بالله جاي ونفسي في الحمام. رمضان تو ما افتكرت ان لك ام. اني زعلان اني موصياك تقوم اول ما توصل مصر تنصمت. اقول لك ايه على السرعه اللي في مصر يا امي، الحياه بقت سريعه سريعه. طب تصدق بالله الضلمه هناك الواحد ما بيشوفش ضلمه، والله ما بيشوف ضلمه، فجاه تلاقي الشمس تدخل تروح فاتحه الضلمه، بقى فيه جنان يا امي. ايدي كابوس اهي. وانت بقى عامل ايه؟ طمني. والله يعني مش ولا بد، ده انا جاي بصراحه ناوي ابيع القراطين اللي حيلتني واحتمال ارهن الجمل. تبيع ايه؟ ليه؟ خلصت كل الفلوس اللي معاك؟ خلصت الفلوس ايه يا امي؟ بقول لك الحياه سريعه سريعه. صدق بالله انا في مصر بفك ال 5 جنيه ما فيش 24 ساعه ليها 4 جنيه في جيبي، ده غير مصاريف الجواز. يا ايه؟ انت قاعد يا اللي راكب البطه. بطه اتجوزت ايه؟ تجوزت يا ولد؟ مش بقول لك الحياه سريعه في مصر يا امي؟ فجاه لقيت نفسي اتجوزت والله. ما ده يا لا تكون خلاف، ما هي سريعه. لا يا امي مش للدرجه دي. عيب يا ملت بختك يا ام رمضان تتجوز من ورايا؟ هم اهل مراتك يفرحوا اني لا؟ اهلها ايه؟ دي مقطوعه من سجره يا دناهي. لا يبقى لازم اروح ليه؟ من بكره رجلي على رجلك. تروحي تروحي يا دينزل هتفطس البطه. يا اهلا يا امي، امسكي يا بنت يلا على جوه. اهلا اهلا يا امي، اهلا دار نور. اهلا اهلا يا حلاوه يا حلاوه. بيت مين ده؟ دي مش بيت حد يا امي، دي ايجار جديد بياخدوه الناس اللي ما معاهمش زي حالاتي يعني. موظف بقى. اهلا يا امي. يا بنت يا تفاحه، امي جت تعالي عشان عايزه تمشي مستعجله. يا حلاوتك يا مصر. ازيك يا حاج؟ يا صلاة النبي يا صلاة النبي. تعالي يا اختي تعالي. هي ما فيهاش لحم ليه؟ اصلها بتحب السمك. سنيوره سنيوره ربنا يخليكي يا حاجه. بس انا بقول يعني اني شفتك قبل كده. هتشوفيها فين ياما؟ انت طول النهار في البلد. شبه حد اني شفته. زي مين ياما؟ ايوه افتكرت، شبه البت المغنواتيه دي اللي اسمها نجلي. استغفر أيوة الله العظيم، بابنك المدرس الفاضل يتجوز الرأس والمسخره والحاجات ده هي ياما. انا بقول شبه. ايوه شبهها. ماشي. ايش جاب لجاب؟ دي عروستني جمالها رباني، لكن دكت قطعت وشها يقطع الخميره من البيت وتطلع في التلفزيون زي الشيطانه ورقصه. دي اراء، دي اراء. لا وغيتتها. ايوه كل الناس تقول غيتتها، مكتوب عنها انها غيتتها. هنعمل ايه؟ دي اراء اراء اراء. درجات يا رمضان. معلش بس دي اراء، دي اراء، ما يمنش دعوه. احنا هنفضل في سيرتها السودا دهيا مش هناكل ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عروسه، عايزاكي تاخدي بالك من رمضان. ازاي يا حاجه؟ ده سي رمضان في عينيا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. اراء اراء. منوره ياما. ما شاء الله يا ما شاء الله، ايه ده كله؟ اتفضلي يا حاجه اتفضلي، حاجه بسيطه مش قد المقام. اصلي سي رمضان النهارده الصبح بس قال لي ان حضرتك هتشرفينا. انت اللي عملتي كل ده؟ ومين اللي هياكل الاكل ده؟ بالهنا والشفا يا حاجه. عملت الاكل ده امتى وازاي؟ عملت ايه؟ ده دليفري طبعا. هات الفطوره. فطوره ايه بس دلوقتي يا رمضان؟ عظيم بيمين ابدا، اما جبت الفطوره لكم مطلقك ورميك في الشارع لكلاب السكك تنهش في عضمك. طب
خلاص بعدين بعدين ماشي. الله 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 ما يكلمك يما نفسك حلو في الاكل قوي دي نفس الدليفري. لكن انت بقى غريبه سبحان الخلاق فوله واتقسمت نصين انت والبت اللي اسمها نجله. خلاص يا اما بابا كفايه انا السيره الزفره دي الهي تولع مطرح ما هي متنيله قاعده. اراء اراء ما عليني. خليك انت يا رمضان شوف الاكون بتاع المجاري جاي يصلح البكابورت من هنا والشفا يا اما. تقرفتي ولا ايه؟ اهلا 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 بعد الحبايب اهلا 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 بالقمر اللي فات يا قطه وحشينا نورت ليالينا يا قطه وحشينا نورت ليالينا وتلموا الحبايب اتلموا الحبايب استاذ رمضان استاذ رمضان ايه اسكت شوفي بقى ست الكل احنا مش هنمشي من هنا ولا نتعتع من هنا الا لما تنزلي معانا ان شاء الله هتتعتع على نقالي هتنزل فين رمضان مين دول لا يا امي دول قرايب العروسه جايين يباركولها كل دول قرايبها ايوه ولاد خالتها طب مش تعرفني بيهم مش معرفه من الاول يما ها طب مش تقول لهم اني مين لازم تقول لهم ان انا امك ولا يعني مستعر مني لا انا مش مستعر بقى مستعر ده انت امي حبيبتي يا جماعه الست دي امي الست دي امي يا انا طول عمرها ما شالتش غير همي وانا اخر صبرها الست دي امي الست دي امي الست دي امي خلاص خلاص بلاشي بلاشي ست الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي يا حنينه وطيبه يا اولاد الايه عندكم عيد ام وانا ما عنديش عشان كده كل الحبايب متجمعه حبايب ايه حبايب ايه انت عايز ايه يا شوقي مفيش جاي اهني ست الكل دي الاخضرات نازله عليها تغف دي الناس مش مصدقه ان هي جدعان شوقي ما تنتهيش الفرص امي ما تعرفش اي حاجه لهم رمضان ما تعرفش ان ابنها رمضان متجوز نجلاء الصبا اصطاد لا ما تعرفش يا غتيت ما تعرفش ولو عرفت هتنشل يعني نجلاء اكيد نازله الشغل تنزل المرة دي يا شوقي تنزل بس استر عليا خلاص سيبنا رحب بقى بالمامو بتاعك يا دلي يا دلي حبينا حبينا حبيناك حبينا يا شوها الجمال يا شوها الجمال يخلف البشاعر مين ده؟ ده الأستاذ أيمن الأطرش ابن خالة العروسة من لبنان لبنان؟ هم هناك مش كلهم بيض ايوه بس بعد عنك يا امي الراجل ده ساكن في الحته اللي قامت فيها الحر اتحرق يعني ايوه ايوه والله الماما تيجي على لبنان تطلع الجبل تاكل فنتوش وتاكل كبانيه وتاكل حلموز متشكرين والله انتوا ناس اخر كرم وان شاء الله النسب هيبقى خير ان شاء الله يا امه ان شاء الله مراتك زي السكري وبتحبك حطها جوه حباب عينيه حاضر يا امه ولا اهلها ناس طيبين وكمل اوعى تزعل لا ازعلهم يما ده اسمه كلام المهم انت توصلي بالف سلامه على مهلك يا اسطى وانت ماشي ها ولو قابلتك لجنه في الطريق قول لهم انا معايا ام الاستاذ رمضان مبروك ابو العالمين حموده اكتب الاسم عشان انا عارف انه صعب شويه الف سلامه يما اقول لي يا رمضان هم اهل مراتك كلهم رجاله كده مفيش نسوان ايوه يا امي بعد عنك ما بيعيش لهمش نسوان خالص الحمد لله يا رب يا رب يا ابني يرزقك بالذريه الصالحه نيت وبكورة اللهم امين يا امي وصلي بالسلامة ان شاء الله خلي بالك من مراتك يا والد عيل انت بس يا امي ربنا يسترها معايا قلبي وربي راضيين عنك يا ضنايا على السلامة يا امي هو المدرس مننا لما يدخل البيت ويتحط له الشاي والكيك هيبقى له كلمة على العيال بعد كده كل ما تتكسفش مد ايدك يا رمضان رمضان ما تحبكهاش بقى خليك كول في اللذيذ طيب يقول قيس بن الملوح على لسان امير الشعراء احمد بيه شوقي ابن ملوح ده
مش كان البوي فريند بتاع ليلى؟ لا يا اخويا مش البوي فريند، اسمه كان بيحبها. That's what I'm talking about mate. That's what I'm talking about. ده اللي كنت عايز اسمعه. يا اخي ده انت في البيت حاجه وفي الكلاس حاجه تانية خالص. استغفر الله العظيم. خلينا في الدرس اللي احنا فيه لو سمحت. اوكي. كم جئت ليلى باسباب ملفقه ما كان اكثر اسبابي وعلاتي. قول ورايا. كم جئت نجلة باسباب نجلة نجلة مين يا اخويا؟ سوري اسمها ليلى. سوري سنة واحدة يا استاذ. ايوه يا شيري انا في الدرس مع استاذ رمضان الملوح ده. سوري يا استاذ المعلومات دخلت بعضها وكده. Oh, listen, Sherry, you better come quick, seriously. This guy is gonna go crazy in a few minutes. But listen, just come now, yeah? Please, come now. Bye. ايه ده بكيك يا باشا؟ اجيب لك مكرونه فرن. عاملين مكرونه فرن حكايه النهارده. يا عبدو ملوش لزوم. لو سمحت شوف لي الدوره. الدوره؟ ايوه دوره الميه. It's a bit busy right now. Listen, my dad is. I think he's gonna occupy. يا ابني شوف لي الحمام بقول لك. It's a bit rude to raise. خلاص الحصة خلصت. انتهينا. الواد رمزي بيقول لك الأستاذ رمضان هيموت ويدخل الحمام. خليه خلاص لك كان بيعمله فينا. الله العظيم يا رب. يا ابني شوف اللي في الحمام. الله 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 الله. عمري ما حصلت لي. يا رمزي اتصرف يا رمزي عيب انا عندي السكر. عندك السكر؟ ايوه. من امتى عندك السكر؟ من دلوقتي جالي دلوقتي. عايز حاجه يا ابني؟ خلصت الحرام عليك. اصبر شويه يا استاذ رمضان. ليه يعني؟ معقول الوزير يكون في الحمام وحد يخبط عليه؟ يعني هو الوزير يدخل الحمام والشعب يعملها على روحه؟ بيبي الله 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 استاذ رمضان الله 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 الله. ما ترجنيش انا على الاخر. عم الشباب كلهم والله العظيم. اهلا يا اخويا. ليك شقه حبيب؟ ليك شقه؟ البوس الكتير ده بيعجل بيه. رمزي ممكن اخش حمام؟ اه طبعا. الشمال حبيب قلبي. شمال ايه دي؟ انا ايه الاول؟ ايه الاول شمال؟ اصبر رايح فين؟ يا رمزي عيب كده يا ناس. ايه دي؟ مش خرابه هنا ولا هنا؟ يلا يا ابني يلا يا حبيبي. جرى رمضان على اخر الزمن شويه عيال هايفه زي دي تعمل في كده؟ ولا تزعل نفسك. خلاص انا هنزل اشتغل تاني من بكره. نزلي تشتغلي ليه؟ ما معكيش راجل ولا مش عارف اصرف عليكي ولا يمكن المعجبين وحشوكي والاضواء؟ اسمع ما اقولك، لو فتحت الموضوع دي تاني وكل واحد يروح لحاله، تفهمها ولا لا؟
قلت لكم رمضان فين؟ فين؟ في الكباريه. حالا هذا رمضان. شغل الاغنيه شاب. نو نو اتس اولد مان. فاكس رمزي. اسمع بس. يا ابني امسك ولا شاب مش عارف. اسكت. شكرا جدا لحضرتك انك جيت. قلبي معاك يا ام امير. الف سلامه. الولاد مالهمش سيره ومش عايزين حد غيرك. ارجوك يا استاذ رمضان تقف جنبي انا وابني مالناش حد غيرك. صلي على النبي ارجوك اهدوا العيالي. اهلا اهلا. الف سلامه يا ام رمزي. الف سلامه. وبلغي معالي الوزير تهانيني وقولي له ان شاء الله شده وهتعدي ان شاء الله. دي حاجه بسيطه شويه موز ينقنقوا فيهم. امسكي حضرتك ما تكسفيش. اما الكنتالوب اللي تحت دهون يسقعوه ياكلوه في فتره النقاهي. والله انا كنت ناوي اجيب فراولي بس لقيتها معفني قلت خساره فيها الفلوس. هما في العيال. اتفضل. سلام عليكم. مكانك مكانك انت وهو معاك عذركم مفيش قيام ولا حاجه. وايه الورد ده كله؟ بسم الله ما شاء الله. احنا الزلزال لما قام في بلدني نص البلد ماتت. محدش قال لنا سلام عليكم. احنا اسفين يا استاذ. اسفين على ايه يا اخويا؟ ما حصلش حاجه. اسمع يا عادل وهو اهم حاجه عندي ان تشدوا حيلكم. الامتحانات قربت وهتنجحوا غصب عنكم وهنبدا المراجعه من دلوقتي. البيت الشعر اللي هقوله يتعرب ورايا على طول. كم جئت نجلة ليلى يا استاذ. والنبي دلوقتي بقت ليلى. اه يا كلاب اه يا كلاب. We'll never forgive ourselves for what we did to you. ايه دي ودلوقتي لخبطه بيقول ايه الواد ده؟ هو بيقول لحضرتك ان احنا مش هنسامح نفسنا اللي احنا عملناه. خلاص استاذ رمضان. نعم. ممكن اروح حمام؟ الحمام؟ لا سوري يا حبيبي معلش. وزير الصحة في الحمام. ها إيه؟ وطبعا ما يصحش نخبط على الحمام والوزير جوه. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ اسمعوا يا اولاد انا عايزكم تشد حيلكم وان شاء الله ربنا ياخد بيدكم وانا شخصيا معاكم ليل ونهار لحد ما تنجح بعون الله. واحنا تحت امرك في التكاليف يا استاذ رمضان. تكاليف؟ تكاليف ايه يا مدام؟ ليه كلام دول عيالي؟ بعدين انت تقولي كده وانا جايب لكم موز وكنتالوب عدى ال 15 جنيه. أنا تكلفتي لما ينجحوا بالسلامة هيبقوا شوية شربات وحتتين كيك. اللي مالكش فيك مالكش دعوة بالملك بيا خليك في حالك مش في قلق عايز مني إيه. اللي مالكش فيك مالكش دعوة بالملك بيا مصر التي في خاطري وفي دمي أحبها من كل روحي ودمي. تعرف عني كل تفاصيل حياتي يرفع الرأس بعدي باللغة العربية الفصحى استيقظ وركز واصحى باللغة العربية الفصحى من أجل عينيك عشقت الهوى بعد زمان كنت فيه الخلي. شوف الكلام خلي. بينما باللغة العامية اللي يكسر قلبي وليا بينما باللغة العامية اللي يكسر قلبي وليا. والمواشي كثيرة في ضياعي والطريق طويل بالخير عامره. كسبتوني يا مواشي كسبتوني. دول 26,000 جنيه كده يبقى فاضل لنا بكره في المخروبه دهيا وندفع الشرط الجزاء اللي عليكي واخدك ونروح البلد ونسيب المكان الموبوء دهوا. يا ساتر. عارف يا رمضان شوقي مكلم الناس كلها عشان يرجع يشتغل معايا. اله ما يوعى يرجع. اله يضرب في مصارينه ويولع بحاجه. النبي يا رب. Oh,
يما يما رد عليا والنبي. انت انا مش مصدق عيني، يا ريتني كنت عميت قبل ما اشوفك بالشكل ده. يما انا مش امك، قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين. لا يما والنبي الا غضبك ده، انا مستوي. الحكايه كلها ان في شويه ظروف. ظروف ايه اللي تخليك تعمل كده؟ عوض على الله فيك، عوض على الله فيك يا رمضان. اني راجع، اني راجع البلد وهعمل صلاه وهاخد عزاك. ابني رمضان مات. انت طالق ايه؟ زي ما سمعت طالق. عصام استوت على الاخر، روح هات. حاضر يا ست الكل. في ايه؟ صفحه وانطوت واتقفلت. نركز بقى ونقوم نشوف اكل عيشنا المام. يلا 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 قوم معايا. باللغه العربيه الفصحى استيقظ وركز واصحى، استيقظ ركز اصحى. تقبل الله يا رمضان يا ابني. منا ومنكم يا حاج طه. قلقتنا عليك، كنت غطسان فين المدة دي كلها؟ كنت غفلان شوية، كنت ضايع. ولقيت نفسك؟ لقيتها، بس للأسف يا عم طه أمي غضبانة علي. بقى عملنا إيه بقى؟ أنا غلطت يا حاج طه، أمي عندها حق. يبقى تروح لها. ماليش وش. مالكش وش؟ أمال ليك وش تزعلها وتسيبها؟ صباح الخير يا مصر. ازيك يما؟ انا جزمة قديمة، انا غلطان واستاهل كل اللي يجرالي. خلاص انا اتعلمت والله، كرباك شديد قوي والله ما انساها طول عمري. احب على ايدك واحب على راسك واحب على رجلك يا امي. لا خلاص خلاص، يعني انت عايزنا سامحك؟ يما انا ماليش في الدنيا ده، هي غير رضاك علي. خلاص يبقى انت كمان لازم انت سامح. ايه اللي جابك هنا؟ اطلعي بره. مش هتمشي، نجلة هتقعد معايا هنا، دي مراتك. وانا طلعتها. ترد ايه؟ دي بتحبك وصنيتك ومستعدة تسيب الدنيا كلها عشانك. لاخر مرة بقولك امشي من هنا. واني قلت مش هتمشي، ولا كانش عاجبك الباب يفوت جمل. يا بنت وراك هترجع لها، يعني هترجع لها. بنحبك يا استاذ. واحنا كمان بنحبك، كلنا بنحبك. وانا موافق. ولو عاوزني ابطل غنى يا رمضان انا موافقه. لا لا مش لدرجه تبطلي الغنى، انا مش ضد الغنى، انا ضد الكلام التافه. نفسي تغني كلام يدخل في وجدان الشعوب. ليه مثلا ما تغنيش وقبر حرب في مكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. لا انا اعتذر بكرامتي احسن. ايه دي؟ يعني ايه تعتذري؟ يعني مش عاجبك اللي انا بقوله ولا ايه؟ دي بتقولي تعتذر؟ يعني ايه؟ القبر حلو. ايه انا عايزه تغني كلام محترم للناس فيها حاجه دقيقه. زي ايه؟ زي كتير يا اخويا. عندك مثلا ليه ما تقولش ومدعشر بالقاتلين تحشرمت شرافته فخرج القعصلي. قعصلي؟ ايه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين يا اولاد. النهارده اوليهم في الدراسه، وكما قال الشاعر بالحب وحده انت غالي عليا، بالحب وحده انت ضيعني. مفيش لا كربات ولا خرسانه، لكن يمين بعظيم ابدا اللي هيتدلع في دراسته لا هكون ايه وهيه.